حياكم الله، نشرة الحادية عشرة ليلا من قناة سما، نبدأها بالعناوين. آمال متصاعدة بإعادة محطة علوك إلى العمل وإرواء مليون مواطن في محافظة الحسكة. في عيد الجمهورية التونسيون يتظاهرون ضد الحكومة وحركة النهضة لإسقاط سيطرة الإخوان. يوم الأسطول الروسي، بوتين يؤكد أن بحرية بلاده قادرة على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو محتمل. أهلا بكم. أكد مدير مؤسسة المياه في محافظة الحسكة عدم وجود أي بوادر للحل حتى اللحظة بخصوص محطة علوك، مع إصرار المحتل التركي على استثمار المحطة بمشاريعه الإجرامية في المنطقة. هذا ولا تزال الحلول الإسعافية بالتعاون مع كل الجهات والمنظمات والجمعيات هي الآلية الوحيدة لتأمين ونقل مياه الشرب إلى الحسكة، وذلك من محطة آبار نفاشة شرق المدينة ومن محطة تل براك. بدأت ملامح الجهود الحكومية الروسية المشتركة تثمر في ملف إعادة تشغيل محطة علوك بعد إعلان حكومي عن توجه ورشات حكومية برفقة دوريات روسية لدخول المحطة كمرحلة أولى لتشغيلها. ووسط هذه الأنباء يطالب أهالي الحسكة بأن يكون الحل جذريا وينهي معاناتهم التي خاربت الشهرين مع عدم وصول المياه للكثير من المنازل منذ نيسان الفائت نتيجة ضعف الضخ والوارد المائي من المحطة. نحن نريدهم يشغلونها، بكشل بيار كلها يشغلون، مو يشغلون بيار ويعيفون بيار. نتمنى أنه أريد حل حسم كامل على طول، مي سيء عندنا بالبلد، مي سيء. نطلب من الله عز وجل ومن الدولة السورية ومن المنظمات انه تشوف لنا حل. احنا نطالب المي بشكل دائم، مو شغلة والله تجي ساعة وتقطع اربع شهور. لازم تكون طاقة انتاجية كاملة، كامل الطاقة تنتج. احنا كمواطنين في ابناء محافظة الحسكة، يعني اذا تشتغل بيرين وثلاثة واربعة ما تكفي لها بيت بيتين او اقل من حي ما بدنا اياها، اما تشتغل على طول او مخيم ما بدنا اياها على طول. هذا احنا هيك طلبنا وخلاص للاخير. تشتغل دائما بكل طاقتها، ما تشتغل احنا ما راح نستفيد شيء اصلا. انا اريد قطع اللوك مستمره يشغلونه، يعني ما اريد يقطعونه علينا فتره بنوب. والله متنا يا اخي. ويرى الاهالي ضروره ان تعمل المحطه بكامل طاقتها بما يضمن وصول المياه الى المنازل وفق برنامج التقنين المعتاد، هو الذي لا يتجاوز الخمسه ايام. احنا مطلبنا من الجانب الروسي ان تحل مشكله المياه بشكل جذري، نكون بشرط تدخل الشباب الروس على المحطه، تحيد المحطه بشكل جذري. يعني ما بدنا حل يكون مؤقت كل اسبوع كل شهر يجينا مره، او تشتغل المحطه شهر وبعدين تنقطع اشهر مثل ما صار هلا، وعاني المواطن معاناه كبيره الحقيقه. نحن بدنا انه ترجع تشتغل المحطه تعلوك، ولو انه يوم واحد بالاسبوع لكل حي مشان العالم شوي يصير في عندها مي، يصير في حياة أخرى، يصير في حياة جديدة مع وجود المي. نحن نريد حل جذري، يعني يوم تأتي ويوم ما تأتي. لا نريد، ودولتنا الحمد لله رشيدة ولنا أصدقاء، فإن شاء الله نريد أن نجد حلا جذريا. تتصاعد الآمال بإعادة تشغيل محطة علوك كنتاج للضغط الحكومي المتواصل على كل الجهات، على الأمل أنه في حال عادة المحطة للعمل أن يقفل باب توقفها إلى غير رجعة. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. قال مراسل قناة سما الفضائية في درعا نقلا عن قائد شرطة المحافظة إن أرتالا للجيش والقوى الأمنية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعا وتتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام استتباب الأمن والأمان في محافظة درعا والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت.
قائد الشرطة أضاف أن هذا الإجراء سيتماشى مع إفساح المجال للمصالحات وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين. كذلك بين العميد ضرار دندل أن اتفاق درعا البلد تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من درعا البلد والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف، ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح، معلنا كذلك أنه سيتم إفساح المجال لمن يرغب بتسوية وضعه منهم، ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة، فيما سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل درعا البلد والمخيم وطريق السد. في دمشق وعلى مدار 3 أيام ينعقد الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ويناقش الاجتماع الذي ينطلق خلال الساعات القادمة بمشاركة وفد روسي كبير الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية. كما سيكون هناك جولات للوفد الروسي على عدة محافظات تتخللها فعاليات مختلفة، منها تقديم مساعدات إنسانية، كما يقوم خبراء في الطب من الجانبين بإجراء عدد من التجارب الطبية المشتركة، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين. فيما يبحث مجلس الأمن الأربعاء المقبل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، قمعت قوات الاحتلال مسيرة منددة باستيلاء المستوطنين على أرض شرق طوباس بالضفة الغربية لإقامة بؤرة استيطانية عليها، وهو ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال. من جانب آخر وبفعل البالونات الحارقة اندلعت حرائق عدة داخل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. شهدت مدن تونسية مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة الإخوانية التي تدعمها، هذا ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا. دارت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني واللجان من جهة وقوات العدوان والمرتزقة من جهة ثانية، وذلك في جبهتي المشجح والكسارة في مديرية صرواح غربي مأرب. وعلى مقلب آخر تتواصل المواجهات الأعنف مع المرتزقة وقوات العدوان يدعمها عناصر تنظيم القاعدة في الأطراف الشرقية لمديريتي نعمان وناطع المحاذيتين لمحافظة شبوة. ومن جبهات الحدود بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية هجومية على موقع المقناص السعودي في مربع جشع بنجران. المجاهدين يقومون باقتحام أحد المواقع يعمل أمريكاش رايت في مربع شيء في نجران، هذا نفس الله ورسوله. المجاهدين يسلمون لإحدى مواقع من أمريكاش رايت في مربع شيء في نجران. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاستجابة لوساطة أطلقتها النرويج بتأكيد استعداده للسفر إلى المكسيك لبدء حوار مع المعارضة الشهر المقبل. وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية تيليسور أعلن مادورو البدء بمناقشة برنامج معقد وصعب، كما شدد على أنه يريد رفع العقوبات الأمريكية التي أضرت بالقطاع المالي والنفطي.
أكدت الخارجية الروسية أن الوضع في البحر الأسود يضطرب بشكل ممنهج بسبب استفزازات يمارسها اللاعبون غير الإقليميين. وأعرب مصدر في الوزارة عن قلق موسكو من خطط تركيا لبناء قناة اسطنبول، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤثر سلبا على القواعد الدولية التي تحدد نظام الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. كما قال المصدر إن موسكو لا ترى بديلا للنظام القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتؤكد أهمية هذه الاتفاقية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدرة القوات البحرية لبلاده في الدفاع عن أراضي روسيا وتوجيه ضربة عسكرية لأي عدو محتمل أينما كان. وخلال العرض البحري في مدينة سان بطرسبورغ بمناسبة يوم الأسطول الروسي، والذي انطلق بمشاركة 54 سفينة حربية بينها ثلاث فرقاطات من الهند وإيران وباكستان، قال بوتين إن موسكو مستمرة في تطوير أحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت. احتلت روسيا بأسرع وقت ممكن مرتبة محترمة بين الدول الكبرى البحرية، ومرت بطريق طويل للتنمية من قارب بطرس الإمبراطور الروسي بطرس الأول إلى السفن الكبيرة المخصصة للمحيطات والغواصات النووية الصاروخية، وصنعت الطيران البحري الفعال طويل وقصير المدى وأحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي لا تزال نادرة في العالم، ونقوم بتحديثها دائما وبنجاح. في ميناء طرطوس أقيم العرض البحري الرئيس بمشاركة سفن التشكيل التشغيلي للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط والبحرية السورية، وفي المجموع شاركت 9 سفن حربية وقوارب وسفن دعم تابعة للبحرية الروسية و13 طائرة تابعة للقوات الجوية والطيران البحري التابع للبحرية الروسية، بالإضافة إلى زورقين صاروخيين تابعين للبحرية السورية في الاحتفالات. نهاية النشرة، نذكر بعناوينها: آمال متصاعدة بإعادة محطة علوك إلى العمل وإرواء مليون مواطن في محافظة الحسكة. في عيد الجمهورية التونسيون يتظاهرون ضد الحكومة وحركة النهضة لإسقاط سيطرة الإخوان. يوم الأسطول الروسي، بوتين يؤكد أن بحرية بلاده قادرة على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو محتمل. شكرا لطيب متابعتكم، تصبحون على خير وصحة وعافية، إلى اللقاء.